تعلق بالفقه أو تعلق الفقه بها، وهي مسألة شمول الشريعة الإسلامية، مسائل الاعتقاد ما يجب لله وما يستحيل وما يمكن، ومسائل الثواب والعقاب في الدار الآخرة والجنة والنار. هذه مبحوثة في كتب العقائد، وفي مدخلها سيكون الكلام عليها، وأيضا مسائل السلوك من تعريف القلب وأنواعه وصفاته وأحواله ومقاماته بين تخلية وبين تحلية يدرس في كتب السلوك، وله مشايخه وإلى ما يتبع ذلك. وكذلك الوسائل كالقتال والحكم والمال والدعوة والتعليم والتعلم، منها ما يتعلق بالفقه الإسلامي ومنها ما لا يتعلق به. أما من جهة الفقه الإسلامي، كيف الشريعة جاءت شاملة، ما تتعلق بنظافة الناس، بعلاقة الناس بالله سبحانه وتعالى من جهة الصلاة في أوقات وأمكنة وأحوال مخصوصة، قضية أو باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، باب النكاح، باب البيوع، باب المواريث، باب الصيد والذبائح، المأكولات وإلى ما يتبع ذلك، باب الجنايات، إذا واحد ارتكب جريمة ما يترتب على ذلك وما هي الجريمة، باب الحدود على الجرائم، باب الأيمان والنذور، إنسان نذر نذرا حلف يمينا، باب القضاء، باب العبيد. فهذه إشارة لشمول الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي لقضايا كثيرة في حياة الناس.